فيروس كورونا اتسبب في حالة من القلق الشديد والتشكك وعدم الوضوح، وإذا كنا احنا ككبار مع الكلام الكتير اللي مالي مواقع التواصل بنقلق وما عندناش معلومات مؤكدة كتير، تفتكروا أولادنا وضعهم عامل إزاي؟ فريق العمل في Focus on the Family مستمر في دعمكم ومساندتكم خلال وقت الأزمة، عشان كده حابين نقول لكم التوازن بشكل طبيعي في الحياة اليومية مطلوب جدا في الوقت الحالي، من حيث عادات الأكل والنظافة الشخصية وسلوكنا اليومي مع بعض كأفراد. من الطبيعي مثلا لو بتكح أو بتعطس مش محتاج أقولك يكون في منديل أو على الأقل تغطي وشك بكوعك، ومن البديهي كمان أنك تبعد عن الناس لو أنت مصاب بأعراض دور برد. إحنا مقدرين طبعا قلق كل أب وأم وحرصهم على متابعة تطورات انتشار المرض، لكن من فضلكم بلاش نرهق أولادنا بأننا نعرضهم للكثير من التقارير الإخبارية، لكن في نفس الوقت بلاش نخبيها عنه. من فضلك خليك قدوة إيجابية لأولادك، وما تنساش أن الأطفال بطبيعتهم بيقلدوك، فخليك مسؤول اجتماعيا في الحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم مخالطة الآخرين زي ما بيقولولنا في التعليمات الصحية. الله هو قائد رحلتنا، احتفظوا بصلاتكم مع بعض كعيلة، رددوا كلمات الكتاب المقدس زي ما جت في يشوع 1:9: أما أمرتك تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. هتلاقوا حاجات تاني كتير تساعدكم وتساند أسرتكم على موقعنا focusonthefamily.me.